مرحبا لاعبي فانتازي، أهلا بكم بحلقة جديدة من سيف فانتازي للجولة الثالثة. طبعا الجولة الثالثة راح تكون بمحورين لهاي الجولة الثالثة. المحور الأول هو لاعبين لازم تبدلهم خلال الجولة الثالثة. طبعا اللاعب الأول هو روبرتسون لاعب ليفربول، سعره 7 مليون باوند استرليني، لازم تبدله لأن هاي الجولة لعب ضد مانشستر يونايتد، وإضافة كلوب قام يعتمد عليه قام لاعب يبدله. عنده خيارات كانسيلو، ريس جيمس، إذا تقدر تجيب مدافع من مانشستر سيتي أو ليفربول، هاي الخيارات كلها قدامك، أو من أرسنال زينشينكو، راح تكون خيارات جيدة بمكان روبرتسون. اللاعب الثاني لاعب نيوكاسل تريبيل، راح يكون 6 جولات القادمة صعبة، يعني راح يأثر على تشكيلتك لأن أنت كنت تعتمد عليه بالجولة الأولى والثانية. سعره 5 مليون باوند استرليني. لعباته الجاية الجولة الثالثة ضد مانشستر سيتي، والرابعة ضد ولفر، والخامسة ضد ليفربول، والسادس ضد كريستال بالاس، والسابعة ضد ويست هام، والثامنة تقدر ترجعها لأن ضد بورنموث. خيارات اللي ممكن تريبل ارشح لكم اياها هي وولكر لاعب مانشستر سيتي، وكوكوريلا لاعب تشيلسي، وبيرسيتش لاعب توتنهام. اللاعب الثالث والاخير اللي انصحك تبدله هاي الجولة هو لاعب ولفرهامبتون نيتون، راح يكون جدوله صعب ايضا، سعره 5.5 مليون باوند استرليني. لعبت القادمة ضد توتنهام، بالجولة الرابعة لعبت ضد نيوكاسل، والخامسة ضد بورنموث، والسادسة ضد ساوثهامبتون، والسابعة والثامنة راح تكون صعبة ضد ليفربول ومانشستر سيتي، يعني ما أنصحك تعتمد عليه بالجولات القادمة. خيارات الجيدة اللي تقدر تجيب اللاعبين اللي جدولهم مناسب بالجولات القادمة، عندك لاعب برايتون جروس سعره 600 ألف باوند استرليني، عندك رودريجو لاعب ليدز رغم بأن لعبت القادمة ضد تشيلسي بس يمكن يفعل شيء وتقدر تعتمد عليه بالجولة الأخ أساسي. أخيرا لاعب كريستال بالاس إيزي اللي حقق أسيست وبونص في الجولة اللي راحت، سعره 5.5 مليون باوند استرليني. نجي اللي محورنا الثاني اللي هو التشكيلة اللي اخترناها اياها للجولة الثالثة. عندنا الحراس جازينكا، يعني حتى تكون ضمن مبالغك، لا حارس فولهام احتياط، وميندي حارس تشيلسي. بخط الدفاع نيكو ويليامز لاعب نوتنغهام فورست، وريس جيمس، سينشينكو لاعب ارسنال، واريك داير لاعب توتنهام، ولاعب مانشستر سيتي كانسيلو. خط الوسط عندك اللاعب جروس لاعب برايتون، وماديسون لاعب ليستر سيتي 8 مليون باوند استرليني، لاعب ارسنال مارتينيلي اللي بدع بالجوله الاولى والثانيه، جونسون لاعب برانتفورد اللي حقق جولتين مثاليه، يعني اغلب اللاعبين انصدموا بالقليل اللي اعتمدوا عليه بالجولة الأولى والثانية. أخيرا بخط النص لاعب المصري محمد صلاح، تعتمد لعبته ضد مانشستر يونايتد. بخط الهجوم اختاريت لكم 3 لاعبين اللي هو لاعب مانشستر سيتي هولاند، ولاعب أرسنال جابرييل خيسوس، ولاعب براينتفورد أوينجي اللي مهاجم حقق همين نقاط جيدة تقدر تعتمد عليه احتياط، تقدر تعتمد عليه يعني يعني شو يعني بديل ناجح يكون أول خيار لك. طبعا هاي التشكيلة تقدر تلعب بيها 5-3-2، وتقدر تلعب بيها 4-4-2، بحيث يعني أنت تقدر تختار أغلب اللاعبين من خط الدفاع أو خط الوسط، راح يجيبوا لك 2 نقاط جيدة إضافة إلى خيسوس وهولاند بخط الهجوم. آخر نقطة اللي هي المن راح نكابتن هاي الجولة. طبعا هاي الجولة عندك 3 خيارات تقدر يعني تكابتنهم، وما أنصح بأن التربل أو تسوي بونش بوست خلال هاي الجولة. وأغلب اللاعبين اللي حاولوا يغيرون تشكيلتهم بالوايلد كارت، يعني أنا ما أنصح، طبعا هسه أشرح لكم ورا ما نكمل الكابتنية. فأني أنصح إما تكابتن صلاح ضد مانشستر يونايتد، أو جبريل جيسوس ضد لعبت ضد بورنموث، واما هولاند لعبت ضد نيوكاسل. الخيار الاول هو جابرييل خيسوس، والثاني هولاند، والثالث محمد صلاح اذا تريد تعتمدها بالكابتنية. دول 3 لاعبين انصحكم بان تكبتون احد من عندهم.
نجي الخيار اللي نتكلم على الوايلد كارد. طبعا الوايلد كارد خلال هذا الموسم يعني ثلاث خيار، يعني ثلاث فرص راح يعطيك لعبة فانتازي تقدر تستخدم الأول من الجولة الأولى لحد جولة 15، ومن جولة 16 الجولة 17 اللي هي بكأس العالم تقدر تستخدم وايلد كارد وتعدل من تشكيلتك إذا تشكيلتك بيها نقص أو تحب تعدلها أي لاعب. والوايلد الكارد الأخير راح يبقى من جولة 18 إلى الجولة الأخيرة 38. فأنصحك يعني ركز قبل ما تختار هاي الفرصة اللي لازم تستخدمها لك. يعني شوف من تكون فريقك ما يحقق نقاط جيدة استخدم الوايلد كارد واختار اللاعبين اللي احنا بنرشحهم لكم اياهم. شكرا لكم على المتابعة، ونتمنى استفاديتوا من خيارات الجولة الثالثة، ولا تنسون اللاعبين اللي قلت لكم لازم تبدلوهم. شكرا لكم، مع اللقاء.